صح شريبتكم. انا اليوم شتيت على الجماعه قلت لهم عملوا لي كعبات دجله محشيه وما قصروش الحق، عملوا حويجه باهيه. واحنا عددنا ما تعرفوا في رمضان نستهلكوا برشا دجله. قلت انا علاش زعما ما نمشيش نجيب طريف دجله؟ منين يا ربي باش نجيبها؟ نجم نشيها من اي بقعه، اما الواحد خياره يمشي المكان نتاع اللي فيه في الاصل. قلت نمشي الكوفة صورة. اي شبيك بتغزولي هكي الكوفة؟ مش انت على العراق؟ ليه ربي يهنيهم ان شاء الله وفك ذقتهم على خير. انا نحكي على الكوفة نتاعنا نفطة. نفطة تعرف بالكوفة صغرى. نفطة المدينة الجميلة اللي واحة من واحات الجريد التونسي قسطيلية القديمة. فما برشا مدن كما توزر وغيرها، اما احنا قلنا نمشي نعملوا طلة ونشوفوا نفطة، خاصة احنا مش نحكيه على سيدي ابو علي. تعرفوا اللي هو سلطان الجريد ابو علي السني النفطي، اللي هو معروف بانه جمع الكلمة على مذهب السنة واهل الجماعة. ونحنك الحكاية تاع تعدد المذاهب في البلاد التونسية، والناس يراولوا بالفضل في ذلك. سيدي ابو علي كما قلنا يعيطولو سلطان الجريد، كان عالم كبير وفقيه وصاحب مبدأ كما نقولوا، مشى على مبدأه حتى لآخر لحظة في حياته. وهذاك علاش التوى مقامه في غابة نفطة مزار، يجوه الناس من الأبعاد ويعتنيه بالذكر في مقامه ويذكروا سيرته وأفعاله. وأهل الجريد ككل وأهل الجنوب التونسي عامة يحبوه برشا. وليت حاجة طريفة، كيجيوا داخلين الزاوية خاصة كيزوروا يدقوا حلقة الباب كأنه يحييه ولا يستأذنه. ونساء بالطبيعة ما يقصروش، يدخلوا بالزغاريت علامة الفرح، وديما تبارك الله الذبايح موجودة ويكرموا الضيف. أبوك حد يجيهم يأكل حتى اللي يشبع إن شاء الله بالشفاء. أما من الحاجات اللي ريتهم طريفة في شوارع نفطة هي اللي يسميه البرتقال. تعرفوا البرتقال شنو؟ اي نفطة يعرفوا عاد بالطبيعة، اما انا نحكي لتونس كاملة. البرتقال عند اهل نفطة هو الصباط في جهة اخرى، بمعنى النهج المسقوف. من عوايدنا ان نجيو في النهج وساعة ساعة نسقفوا مكان قدام دار، يبدا مسقف مساحة كمعينة مسقفة وعادة نبنيو فوق منه عليه. في تونس وفي غيرها يسميه صباط، جاي من سافات اللي هي إسبانية الأصل، بينما في الجنوب وخاصة في جهة نفطة يسميوه البرتقال. وعادتهم غاديكا يا سيدي حاجة ياسر حلوة، هو أنه تحت الصباط هذايا يعملوا تكيكة، معناه يبنيوا هكا مقاعد بالياجور. ما تعرفوا ما يبنيوا بالياجور المليان عادة. أي والويش يصلحوا كالتكيكة هذوكم يا سيدي؟ هذوكم يجي القايلة بيتسخن الدنيا. الصباطات هذوكم مجعولين مش يعطيوا رواح، يبدو قاعدين وطريفة مناسيم عليل وبرود. هاوكا يبدو قاعدين الجماعة، جماعة على البنك من هذايا ولا الدكان اللي من هنا، وجماعة الدكان اللي مقابلتهم، ويبداو يا سيدي يبلوا ويرشقوا. شنو معناها؟ معناها يبداو يحكي ويتسامروا. بكري قالوا هذيك العادة كانت نتاع المذاهب، يتلاقاو كما نقولوا جماعة مالكية والاخرين من المذاهب أخرى وكذا، ويبداو يتناقشوا في مسائل المذاهب نتاعهم. كي ما عادش فما مذاهب ولات كلها أهل سنة والجماعة، مش ولاو يعملوا؟ ولاو يتلقاو ويبدأوا بالشعر يا سيدي، والأحاجي والقصص والحكايات. والاسمع حاجة نخوة، خاصة أنهم تعرف أهل الجنوب يتكلموا كأنهم بالعربية الفصيحة، نطقهم أقرب للعربية السليمة الفصيحة نتاعنا. فتلقاهم يبدأوا يتسامروا، خاصة عند لعبة ياسر حلوة هكا يتقابلوا برشا ناس. وكما يقولوا واحد يقول بيت نتاع شعر، يلزمك الكلمه القافيه الاخرانيه اللي في البيت هذاك تبدا بها انت البيت اللي مش تقول، ويبداو هكاكا. وحتى نسالهم باع وحضرت تلقاها قاعده في السقيفه وباب الدار مردود، وتشارك ما تقابلهمش اما تشارك. هو يقول كذا وكيخلط لها الطريق زاد المراه تقول ما تيسر من شعر، حافظينه مع ظهر قلب. بالطبيعه بلاد العلم والعلماء نفطة خرجت العديد من العلماء كما جريب الكل، لكن فما مفخرة من مفاخر. شكونه؟
الخضر حسين. محمد الأخضر بن حسين النفطي الحسني، سيدة ذي من سلالة سيد النبي معناها شريف، وعائلته انتقلت برشا أماكن في جنوب الجزائر في جنوب التونسي، وهو تولد في نفطة. لكن أنا قلت مرة الخضر حسين ومرة قلت محمد الأخضر بن حسين، زعما شكون زوج ولا واحد بركة ويصير الحكاية؟ ليه هما واحد، تعددت الأسماء وشيء واحد. الخضر حسين هذا عالم كبير وكان مدرس في جامعة زيتونة من الطبقة الأولى، دخلوش الفرنسيس عام 1881، قال هذو ما نستنى فيهم، وبدأ يحرف فيهم باللسان ويحرض عليهم في الناس، لدرجة أن عمل جريدة، مش جريدة هي مجلة، ونجم نقولوا هي أول مجلة تونسية السعادة العظمى، وبدأ يكتب فيها وأصحابه يكتبوا معاه. كي كسر على الفرنسيس قالوا هذا مش باش يقرر يعتقنا، قرروا أنهم يعدموه، وخرج في حكم بالإعداء. أي هرب، وعنده الحق، الروح عزيزة كما قالوا، اهرب ومشى لمصر، هو دارها، مشى للشام بعد غديكا وقرى، ومشى لإسطنبول ومشى حج قداش من مرة، هو عالم كبير. إيه في مصر فرحوا به وقرى في الأزهر الشريف. لكن الحاجة الميزة واللي لازم نفخروا بها احنا كتوانسة ويفخروا بها أهل الجريد بالتحديد، هي أنه السيد هذايا أول مرة في تاريخ الأزهر الشريف أجنبي غير مصري معناها يتولى مشيخة الأزهر كان الخضر حسين. علاش؟ برشا مش مصاروة وقرروا في الأزهر، وبرشا منهم توانسة بما فيهم عبد الرحمن بن خلدون وما أدراك، لكن أنه يتولى مشيخة الأزهر كلام آخر. والخضر حسين بالفعل تولى مشيخة الأزهر، وهذاك علاش من محمد الأخضر بن حسين دعا هما في الشرق ولا يعيطوا للخضر حسين، مش يقربوا النطق متاع اسمه لأخواننا المشارقة. ما طولش، قعد مديدة واستقال كي بتخاطره هو وحده قال يزيني. أما ما خرج من الأزهر إلا ما طور الطريقة متاع التعامل متاعه، وما ضمنهم الأرشيف وطريقة الإدارية متاعهم ردها عصرية جدا. وتوفى الله يرحمه الشيخ خضر حسين وقت اللي كان سي جمال عبد الناصر رئيس الدولة المصرية، وقعد مشار إليه بعين التجلة والاحترام، وحفيد خوه أربي فضله سي رضا الحسيني يعيش في الشام، أما ساعة ساعة يجي لتونس ويجي عملنا مجموعة من المطبوعات اللي طبعهم جده، واللي كتبهم جده هو طبعهم، أما كتبهم جده الخضر حسين. مفخرت الجريد، مفخرت تونس، ومفخرت الإسلام. النفطة اللي هي نفاط العسل، هاوكا يا سيدي بدينا بالدقلة وكملنا بالعسل، اش خير منه؟ صافي.